في دايما في الشفوي بتتسأل على البلاس سبلاي بتاع اليوريتر والكونستريكشنز بتاع اليوريتر. فليه؟ لان اليوريتر زي ما احنا عارفين ان الكيدني في الديفلوبمنت بتاعتها بتبقى بلفيك اورجان وبعدين اسند ابورز لحد ما توصل للايه، للابدومن. فاليوريتر بيطول، فاليوريتر بيحتفظ ببلاد سبلاي من ارتريز في البلفس وبيحتفظ ببلاد سبلاي من ارتريز في الابدومن، واليوريتر ريتش ان بلاد سبلاي. فاليوريتر بياخد بياخد من الارتري اللي هو اللي رايح للكيدني اسمه رينال ارتري. يبقى اول بلاد سبلاي لليوريتر عباره عن الرينال ايه، ارتري. نمره اتنين بياخد تويجز من الابدومينال اورتا. نمره تلاته بياخد من الجوناد الارتري سواء كان تستيكولار او اوفرين. وبعدين بعد كده بيرجع ياخد من الابدومينال اورتا تاني. بعد كده بياخد من الكومن ايلياك ارتري. بعد كده بياخد من الانترنال ايلياك ارتري. بعد كده بياخد من الانفيرو فازايكال ارت اللي رايحين لليورينا بلادر. بعد كده بياخد من اليوتراين ارتري في الفيميل. كل الارتريز ديت بتدي بلاد سبلاي للايه، لليوريتر. يبقى اليوريتر جيتس اتس ارتيريا سبلاي فروم رينال ارتري، ابدومينال اورتا، جونادال ارتري، كومن الياك ارتري، انترنال الياك ارتري، يوتراين ارتري، انفيرو فازايكال ارتري. بالنسبه للكونستريكشنز بتاع اليوريتر، فاليوريتر ادي عندي ده البلفيس اوف ذا كيدني، وهنا اليوريتر اهو. في عندي بلفي يوريتريك جانكشن، هنا في اختناق اهو. يبقى اول كونستريكشن عند البلفي يوريتريك جانكشن. تاني اختناق لما بيجي اليوريتر يعبر او يعمل كروس للكومن الياك ارتري او الاكسترنال الياك ارتري اهو. تالت اختناق اللي هو في لما يخش جوه الوول بتاع اليورينا بلادر، وده اللي بنسميه الانترا ميورال بارت. يبقى لك الكونستريكشنز اوف ذا يوريتر بالفيوريتريك جانكشن از ات كروس ذا كومن الياك ارتري او الانترا ميورال بارت. طبعا هنا في اتنين كونستريكشنز تانيين او كونستريكشن تاني زايد، اللي هو لما بيجي الفاس ديفرنس يعمل كروس في الميل، يعمل كروس اليورينا بلادر، ساعات بيعمل كونستريكشن. او لما يجي اليوريتر في الفيميل يعدي تحت البرود ليجامنت، تحت البرود ليجامنت عشان يخش جوه اليورينا بلادر، برضو بيبقى جزء من الايه، بيحصل ايه، كونستريكشن. طب الكونستريكشن دول انا بذاكرهم ليه او بحفظهم ليه؟ لان الكونستريكشنز دول لما بيكون واحد عنده نيه انه بيحصل له حصوه او كالكولاي، كالكولاي دايما تقف عند الكونستريكشن. يبقى انا بدور على الحصوه في الاكس راي عند الكونستريكشن، بدور فين؟ عند البلفيوريتريك جانكشن، عند الكومن الياك ارتري، او جوه الوول بتاع اليورينال بلادر في الانترا ميورال بارت.